هاي لزامي، مرحبا بكم معي فيديو جديد. جيسبر تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديالي، كيف ما شفتوا في العنوان اليوم غادي نعاود لكم القصه ديالي مع المشعوذه الشريره. القصه اللي غنعاود لكم اليوم لزامي كانت وقعت لي فاش كنت صغيره. نقول لكم كانت عندي 11 عام ولا 12 عام، المهم فهاد لاج كنت فريمون باقا صغيره. المهم لزامي دابا راه الليل، انا بغيت نعاود لكم هاد القصه في الليل اصلا باش نتغلب على المخاوف ديالي. دابا 11 ديال الليل وانا كنعاود لكم عادي بحال 11 ديال النهار. المهم لزامي ندخل لكم في القصه ديالي. القصه ديالي بدات فاش كنت في العروبيه. واحد النهار كنت في العروبيه، كنت مسافره انا وعائلتي، بقى نعقل كان الصيف، كنا كنمشيو كنعومو في داك البير، ماشي بير هو هذاك اللي كانوا كيسقاو منه البهايم وكيسقيو منه وكي عرفتوه، هو كاين بحال بيسين كبير كيعمرو بالماء. كنت ديما فيما كنمشي للعروبيه في الصيف كنا كنعومو فيه، كنت كنعوم فيه انا وصحباتي، كان هذاك هو بيسين ديال العروبيه. لازامي راكم عارفين فاش كتمشيو للعروبيه كتلقاو على 20 لامو كتبقى ديها فيك لبوك كيديها فيك لخوتك، بالنسبه ليهم هما انت راكي في واحد المكان اللي امن. صح لزامي داكشي اللي كان، كنت كنمشي للعربيه كنطلق على 20، كنبقى نضرب من الصباح حتى اللي كنبقى نضرب انا وصحاباتي من الخيمه للخيمه. كنا كنمشيو كنشفروا البيض ديال الحناش، كنا كنديروا الزعل ولا كنلعبوا بالغيس، كنا كنخليو ما نديروا لزامي فاش كيجينا الجوع كنا كنطلعوا للكرمه كنشفروا الكرموس، ولا كنمشيو لهذوك البلايص ديال الكرموس الهندي وكنهزوا داك المقبط كنجلسوا نشفروا في الكرموس، ولا حصلنا مول الارض كشتنا كيعطينا قتله. حتى دارنا لزامي في العربيه كانت مبنيه واحد المقبره، هذيك المقبره كانت منها الشارع، ما كان داير بها لا صور لا مضرقينها بشي حاجه، كانت في واحد الخلا كبير. الا كنتو غير دايزين من الشارع غادي يبانوا لكم القبور. كنا ديما كنمشيو نلعبوا فيها، كنا ديما كنمشيو نلعبوا فيها. راكم عارفين فاش كتكونوا صغار كيكونش عندكم العقل وما كتكونوش كتخافوا، سبحان الله العظيم كيقولوا بصح الدراري الصغار ما كيعرفوش. دابا انايا وانا غادي كنكبر عاد كنستوعب الخطوره ديال داكشي اللي كنت كندير في صغري. كنت كندير شي حوايج دابا في هاد لاج عندي 20 عام مستحيل نقدر نديرهم. دابا كنخاف، كون جيتوني شحال هادي وما كنتش كنخاف، فاش كنكونوا صغار اي حاجه كتبان لينا عاديه. داكشي علاش كنقول لكم حدوم مع الدراري الصغار بصح حدوم مع لازامير ما كيكونوش كيعرفوا. نكمل لكم، قلت لكم ديك المقبره كنا ديما كنمشيو كنلعبوا فيها. ديك المقبره لازامي كان مبني فيها واحد السيد، الناس اللي ما كيعرفوش السيد كان بحال واحد البيت مبني وسط المقبره بحال شي براكه، ولكن هو مبني بالسيم وبالياجور، كان مبني وسط المقبره ووسط من داك البيت كان واحد القبره. لازامي كانوا بانين واحد القبر تما، كيقولوا بلي تما مدفون شي ولي صالح. هذاك السيد لازامي ما كان كيزورو حتى شي واحد، ما كان كيزورو حتى شي واحد اصلا. داك السيد ولا داك البيت كان داير بحال شي بيت مهجور، بحال شي دار مهجوره فهمتوا، وريب واحد شويه وكله حشرات وكله عنكبوت، من غير واحد المراه كانت ديما كتمشي لذاك السيد. كانوا كيقولوا بلي هذيك المراه هي كانت كبيره شويه في لاج، في ديك الوقت كانت عندها شي 70 عام. كانوا كيقولوا بلي ديك المراه هي الحفيده ديال داك الولي الصالح اللي مدفون تما. وديك المراه لازمي في العروبيه كيقدسوها بزاف، كلشي كيحترمها وكلشي كيخاف منها، وكلمتها ما كطيحش للارض نهائيا. كيقولوا ليها الشريفيه، هي راه كانت معروفه في العروبيه ديالنا كيقولوا ليها الشريفيه، وكانت الكلمه ديالها ما كطيحش للارض بحال كانت هي الشافه ديالهم في العروبيه. لازمي بالنسبه لهم ديك المراه بحال فيها البركه، لازمي كان كلشي كيحترمها وكلشي كيخاف منها، وكلمه الشريفيه ما كطيحش للارض. ديك المراه لازمي كانت ديما كتزور داك السيد. واحد النهار لازمي كنت كنلعب انا وصحباتي كاشكاش، سخن عليا راسي وقال لي سيري تخبي في المقبره. اصلا كنا ديما كنلعبوا في هذوك ما كناش كنخافوا منها نهائيا. مشيت تخبيت مورا داك الحيط ديال داك السيد، تخبيت انا مخبيته كنسمع واحد التوشويش، كنسمع واحد الصوت، كنسمع شي هضره ما مفهوماش، وانا نقول الله حتى نمشي نطل. بقيت كنتسلت مشيت طلعت بشويه وجبت لي ديك المراه جالسه حاطه واحد الورقه كبيره بحال الجورنال حاطاها وكتقرا داك الشيء وكتقول شي هضره ما مفهوماش. وانا حيتاش مكلخه لازمي، ماشي مكلخه، كنت صغيره الصراحه وما كنتش عارفه في هذا الوقت نكون عارفه، ولكن كنت صغيره وما كانش عندي العقل، ما كنعرف لا سحر لا جن لا والو. وانا نطلع عليها قلت لها خالتي ما عرفتيش تقراي نقرا لك؟ عرفتوها لازمي محدويه المراه ويدير فيها واحد الشوفه، عرفتو عينيها عينيها بحال مقلوبين. واش كديري انا انتيا اختكم؟ ضربتها بجريه ما وقفتش، وقفت في دارنا دخلت كنجري للدار، بقيت مخلوعه وكنترعد مخلوعه وكنترعد مخلوعه وكنترعد وانا ما فاهمه والو فهمتوا. دابا شنو اللي خلعني انا هو انا زعما ديك المراه شريفيه وهي زعما الشافه ديال القبيله كلشي كيخاف منها، ام انا ما على بالي لا بسحر لا بجن لا بوالو، هادشي ما طاحش ليا في بالي نهائيا. لازامي بقيت مخلوعه كنقول لها عندك تضربني، عندك دير لي، عندك دير لي، عندك دير لي، هادشي اللي كان خلعني انايا. المهم لازامي دخلت لدارنا بقيت كنترعد ديك العشيه كامله، وانا كنترعد ومخلوعه وما قاد نقول حتى شي حاجه لشي واحد. صافي هذيك دازت ديك العشيه عادي، جا الليل، جا الليل حنا جالسين كنتعشاو حتى تما دخل علينا السيده حل الباب وداخله، حتى هي بحال كيفاش نقول لكم هي عندها كلشي عادي بحال الدار دارها، تحل الباب وتزيد في اي دار، تحل الباب وتدخل الله يجعلكم، ما عرفتش شكون كديره كتحل الباب وكتزيد، انت زعما عندها هي هادشي عادي. حتى في العربيه كان بالنسبه لهم هادشي عادي. ودخلت لنا حنا كنا كنتعشاو ويدخل ويجلس
سلمت على ماما وسلمت على العائله. وهي تجلس بداش كتاكل معانا شويه وتقول لماما هاد الدريات عندك راه فيهم الخير. بحال هكا لي زامي هاد الكلمه باقا كنعقل عليها مزيان ومابقاش كندير فيها. قالت لها فيهم الخير وغتهلاو في ميمتكم وتهلاي في بناتك ان شاء الله راه فيهم الخير. بحال هكا لي زامي شويه لي زامي بداش كدوي مع خواتاتي مابقاش عليها انت يا بنيتي وحدي راسك وانت عندك العين وعندك التابعه ونناني ديك الهضره الخاويه شويه يضر عندي انا وانا كنبقى صغيره. وهي تقول لي يا بنيتي طريقك غتكون مزيان وغتقطعي البحر وديك الهضره الخاويه لازم عرف شو هذيك الهضره كيقول كلشي. بقاش كتقول لي ديك الهضره مع انا صغيره وما عارفاش ناري شحال فرحت وانا شحال فرحت بديك الهضره بقيت كنقول واو وهاد المراه عارفه وهي عندها الحق وعرفتو عرفتو عمرت لي راسي بزاف ولات عزيزه عليا ولات عزيزه عليا عزيزه عليا عزيزه عليا ما بقاتش فيا كاع ديك الخلعه اللي كانت فيا ولات ديك المراه عزيزه عليا. فاش قالت لي ديك الهضره فرحت بزاف حيت زعما هي واحد الانسان شريفيه كبيره في العمر وديك الهضره كيقولوا عليها في العروبيه صافي. قلت هاد كلمه هاد المراه هي اللي كاينه اذا انايا مستقبلي زاهر صافي. لي زامي دازو دوك الايام عادي وانا فرحانه بهضره الشريفيه الشارفه ماشي الشريفيه. وانا فرحانه بهضره الشريفيه دازت واحد 3 ايام عادي لي زامي كل نهار كنخرج كنلعب مع صحباتي نفس اللعب نفس الروتين عادي عادي لي زامي ما كانت حتى شي حاجه في شكل ولا شي حاجه اللي غتثير الانتباه ديالي غير انني كنت فرحانه بالهضره ديال ديك السيده بزاف وعزات عليا بزاف. ايوا لي زامي نهار قبل ما نرجعوا لكازا بحال مثلا غدا غنرجعوا لكازا اليوم بالليل جات عندي اختي قالت لي سيري جمعي لي البابوش. البابوش فين كاين؟ البابوش كاين في المقبره. وكان الليله لي زامي كيف ما قلت لكم فاش كنكونوا صغار راه ما كنكونوش كنخاف. قلت لها زيدي انا اصلا كيعجبني نجمع البابوش كنا كنمشيو نهزوه حتى القبوره كيكون لاصق في القبوره وفي هذوك العراش عرفتوهم كيكون لاصق تما البابوش. مشيت انا هازه الصال ديالي بحال شابون غوش وغادا المقبره قاطعه الشانطي وغادا المقبره نجمع البابوش. صافي جلست كنجمع البابوش هازه سطلي كنجمع البابوش شويه لي زامي كتبان لي لي زامي طالعه العافيه من داك الشرجم اللي في السيد طالع الدخان وكتبان العافيه الوسط وانا نقول الله حتى نمشي نشوف. حطيت سطلي وتميت غادا كنزلت بشويه 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 حتى وصلت وانا نطل وتبان لي ديك السيده لابسه الكحل ناري تخلعت عجبني مش طراش. نكمل لكم لي زامي قلت لكم حتى بانت لي ديك السيده لابسه الكحل وهازه واحد جنويه كبيره وحاطه حداها بزاف ديال الثومه حاطه فريمون بزاف ديال الثومه لي زامي وحاطه هذيك الجورنال ديك الورقه الكبيره فيها واحد ناري تخلعت عشي دابا بديت نتفكر داكشي اللي داز عليا وبحال رجعت لديك الحاله اللي كنت فيها. نكمل لكم لي زامي انا اصلا بقيت نعاود هادشي باش نتغلب على المخاوف ديالي. قلت لكم حاطه واحد الجورنال كبير وهداك الجورنال هو اللي كانت حاطه ديك اول مره فاش شفته هو كان في الصفر وفيه واحد الرموز بالكحل كانت حاطه داك الجورنال والسيده كتقرا وشعل العافيه مشعل غير واحد شويه ديال العافيه مشعل على غير بالحطب مشعل العافيه وشاده ديك الثومه وكتحكها من الفوق على راس ديال الجنويه. ناري انا معاشي في داكشي ما قدرتش نبقى نشوف فيه رجعت كنتسلت ما بغيت ندير حتى شي صوت رجعت كنتسلت هزيت سطلي وطارت للدار لي زامي كلي كنت راحت كلي 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 كنت راحت كلي كنت راحت. مشيت عند ماما وجلست كنعاود ليها قلت لها شفت ديك المره وها شنو شفت هاد المره. قالت لي ماما كاينه في الدار بوحدي والباب تسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. غنكمل ما عرفتش كنت قد كترعد ولكن ما عرفتش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قلت لكم الا زعما مشيت عند ماما وجلست كنعاود لها عاودت لها داكشي اللي وقع داك النهار عاودت لها داكشي اللي شفت ديك العشيه وتقول لي كلشي هادشي ما تقول لها حتى شي واحد. صافي الا زعما ديك الليله دازت عندي كحله ديك الليله دازت عندي كحله بقيت كنقول ناري عندك تخرج ليا علاش ما بقيت تحرك كنقول لها زعما عندك تخرج ليا تخيل وليت كنبغي ندير الطواليت ما نقدرش نمشي للطواليت عرفتي ديك الليل دازت عندي كحله لا زعما الباب كيتحرك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. قلت لكم ديك الليل دازت عندي كحله الطواليت ما بقيتش قادره نوض ليها عرفتي شوف ايديا كلهم كيترعدوا. المهم غنكمل حيت انا بغيت نتغلب على المخاوف ديالي في هذا الفيديو. طوالت ما بقيتش كنقدر نوض ليها لا زامي دازت عندي واحد السيمانه مورا ديك العشيه اللي عشت دازت عندي واحد السيمانه كحله
كل ليله انا ما كنقدرش نوض للتواليت ديال العطاش، ما كنقدرش نوض للكوزينه، كتبقى تخيل لي وراكم عارفين العقل ديال الصخر، كتبقى تخيل لي كنبقى نفكر داكشي وكنموت بالخلع وكنبقى نترعد. المهم لا زعما دوزت واحد السيمانه في العذاب، واحد السيمانه كحله، واحد السيمانه الليل كامل وانا كنبقى مخلوعه وكنقفز بالليل، دوزت واحد السيمانه فريمون كحله لا زعما. صافي هي هذيك مورا ديك السيمانه لا زعما بديت كنرجع للطبيعه ديالي شويه بشويه، فهمتوا؟ مابقاش كنطلق القران بالليل. انا راه واحد الايام ما كنتش كنعس الا ما القران ما كانش حدا راسي شي عام، وانا هكا ضروري خاص القران يكون حدا راسي، مستحيل نعس ليكم الا ما كانش القران حدا راسي. صافي لي زامي بقيت كنطلق القران حدا راسي وكنصلي، وانا باقا صغيره وكنت كنقوي راسي براسي. صافي لي زامي داز الوقت، داز شي عام ما عرفت عام ونص، وجوصلنا الخبر ان ديك المره شدوها البوليس، حصلوها كدير طقوس ديال استحضار الجن. بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت لكم لي زامي حصلوها كدير دوك الطقوس، وحصلوها كتحفر المقابر قبوره كدير فيهم السحر، كدير داك السحر الخايب. ايوا حصلوها لي زامي وغبروها في الحباسات، غبروها في الحباسات. انا صراحه لهذا النهار ما عرفتش واش ماتت ولا باقي حيه. جيت في ديك الوقت كانت كبيره فلاش، كانت كبيره فلاش بزاف. وصافي لي زامي انا دابا مخلوعه وكده في الدار بوحدي. نفرجي غير عاود لكم شي ستوري تاع الشطره اللي ما في الدار. المهم سكتوا عليا. صافي لي زامي كانت هذه هي القصه ديالي، بغيت نبارطاجيها معاكم باش نتغلب على الخوف ديالي. وصافي جيسبيغ تكون عجباتكم، ولا عجبتكم ما تنساوش ديروا ليا لايك، تبارطاجيو مع صحابكم، تخليو ليا كومونتير زوين. وبغيت نقترح عليكم واحد الحاجه، البنات اللي وقع عليهم شي قصه، ملي شوفوا يديك ولا كترعد، البنات اللي وقع عليهم شي قصه بغيتو تبارطاجيوها مع الناس في يوتيوب باش الناس يديو العبره، وكنبارطاجيو القصص ديالنا مع بعضياتنا. وبغيتو تعاودوها ليا انا في انستغرام بريفي، وانا نعاودها نبارطاجيها مع الناس لاشين ديالي. وغادي نخلي لكم الانستغرام ديالي هنايا، اللي عندها شي قصه تدخل تعاودها ليا فوكالات. الا عجبتكم الفكره بيان سور قولوا لي في الكومونتير واش عجبتكم، من هنا نتمنى نبارطاجيو القصص ديالنا مع بعضياتنا، وانا غادي نعاودها في لاشين ديالي كاستوري تايم. وصافي لي زامي هادشي اللي كاين، بقى ليا غير نقول لكم باي باي عليكم، وتهلاو في راسكم، باي.